هذه الرواية مذكورة في كتاب مكيال المكارم من الكتب الجيدة النافعة التي أوصي جميع الإخوة بقراءته جدا كتاب نافع ينقل هذه الرواية طبعا لعله بعض ما يتحملون هاي الرواية الرواية ينقلها عن تفسير العياشي وفي بحار الأنوار أيضا ينقل هذه الرواية عن تفسير العياشي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه سيولد لك. عمر إبراهيم إيش قد كان؟ في ذلك الوقت في وقت البشارة بعض قائلين مية وعشرين عام كان عمره بعد مية وعشرين عام القرار أن يولد له ولد من زوجته سارة فقال لسارة هذا الخبر نقله لساره. من هي ساره؟ ساره مو امرأة عادية. ساره امرأة ولدها الأنبياء من ذرية الأنبياء. ساره مو امرأة عادية. ساره امرأة هي زوجة نبي من الانبياء العظام، زوجة ابراهيم، الذي يعيش مع ابراهيم، هذا يختلف عن الاخرين، كل كلمة منه يجب ان توزن بميزان، كل فكرة منه يجب ان توزن بميزان، فقالت: أألد وأنا عجوز عمرها ايش قد كان؟ تسعين عام كما يقول بعض المفسرين وعمر ابراهيم مية وعشرين عام ماذا كان هذا الكلام منها؟ هل بعنوان استفهام هل كان إنكارا للقدرة الإلهية؟ طبعا نجلها عن ذلك إذا الآن الله سبحانه وتعالى عبر نبي من أنبياء يقول أنا أخرج لكم من هذا الجدار ناقة بتعجب الله قال لأولئك من هذا الجبل يخرج تخرج ناقة وفصيلها الله ما يقدر في دعاء الصباح وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا اصلا بحث العليه والمعلوليه فيه بحث متشابك معقد انه ما هي العلاقه بين العلل والمعلولات؟ وهل هنالك علاقه بين العلل والمعلولات؟ او ان الله سبحانه وتعالى يخلق المعلولات عقيب ايجاد العلل، شنو الربط بين الماه العذب والصم الصياخي؟ شنو الرابط بين هذا القرص المعين وبين الشفاء هل هنالك توليد يعني ان هذا القرص يولد الشفاء هذا بحث معقد متشابك انكار لقدره الله شنو المانع ان امراه عجوز تلد هل ننكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان تعجبا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل كان استيحاشا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ فالمرأة عمرها 120 عام وإذا جيرانها، جاراتها، يفتهمون أن هذه حملات تصبح حديث الأندية، وحديث النسوان، وحديث الرياجيل، شنو كان هذا الكلام منها؟ إنكار نجلها عن ذلك. تعجب، ما هو التعجب؟ أكو تعجب من أمر الله تعالى استثقال حرج بالنتيجة هذا الكلام ما كان ينبغي أن يصدر منها لا نقول أنه كان محرما ولكن ما كان ينبغي الفكرة الخاطئة ينبغي أن لا تخطر في البال إذا خطرت في البال يمكن أن يكون لهذه الفكرة آثار وضعية منا إلى متعة فأوحى الله إليه يعني إلى إبراهيم إنها ستلت أمر الله حتم مقضي ويعذب أولادها هذه هي الآثار الوضعية هذا الشيء اللي لعله البعض ما يتحمله يعذب أولادها الأولاد يعذبون بكلمة من الأم نعم هذا بالقرآن موجود الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اذا اردت لا يظلم اولادك لا تظلم اولاد الناس هاي اثار وضعيه هذا قران وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتق فليتق الله وليقول قولا سديدا يمكن الابن يعذب بفعل الاب بفعل الام الاب اذا اكل طعام غير مناسب ما ياثر في اولاده من الناحيه التكوينيه ليش ياثر؟ من الناحيه الطبيه بعض افعال لا تؤثر في الاولاد، ليش تؤثر؟ فما المانع انه ايضا هذه الاشياء المعنويه ايضا تكون مؤثره، انها ستلد ولكن يعذب اولادها بردها الكلام علي، لانها ردت الكلام على الله، الاعتراض على الله وفي مقابل هذا واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، في الروايه عن الامام الصادق انه كان بينهما وبين ذلك الاب الصالح سبعه اباء ولكن شوفوا صلاح ذلك الاب وين ياثر؟ الله سبحانه وتعالى افاض على هذين الغلامين اليتيمين كنزا ماديا ومعنويا. الكنز المادي انتهى ولكن الكنز المعنوي الان باقي الوف الاعوام. لعله الان من ذاك الوقت الى الان تمر الوف الاعوام ويبقى هذا الكنز المعنوي لعله الى يوم القيامه لصلاح الاب. احنا في عالم مليء بالمعادلات الدقيقة الفكرة لها أثر لا تقولون أباوع هذا الفيلم هذا الفيلم ما إلى أثار هذا الفيلم جدا خطير هذا يمكن أثر يأثر في أولادك إلى ميت عام بعد لا تقول اطالع هذا الكتاب خطر حتى اذا ما يكون محرم من الناحيه الشرعيه مطالعه هذا الكتاب فرضا ولكن الى اثر كل شيء عنده بمقدار الله تعالى بنى الكون على ادق المعادلات ونحن يجب علينا ان نخضع افعالنا وأقوالنا وحتى أفكارنا، ماذا نفكر، للملاحظة الدقيقة،